هتفضل تقول لي عروس لحد ميت؟ دي بنت انا جربت تتجوز. ده مفيش فرصه غير الجواز. انت بتقولي تتعلم، هتروح الجامعه، هتحضر دكتوراه، تسافر بلاد بره. طول ما حسك في الدنيا هنحقق كل اللي بنحلم بيه. تعرف يا مناعة، ساعات اصحى من النوم اقعد اجرس في نفسي عشان اصدق انك شاري واني في بيتك وفي حمايتك. اخرب بيت دماغك، بتجيب الكلام الحلو ده منين يا بت؟ امال لو كنت رحت مدرسه كنت قلت ايه؟ تعرف يا فاطمه، ما كنتش فاكر انك ممكن توحشيني كده واجي عليك جري زي العيل اللي توحش حضن امه. بنت يا فاطمة، فاطمة انت يا بنت، يخرب بيت ابو اللي جا يا تغريد. نعم يا بوي. تعالي بيت شوف امك يا مري. يا سخط تاني يعني مناع عاود الناجع من تاني. يا مرحب يا مرحب. وكان مين معاه هاد؟ ناجي ومرة برنامج غريبة، لأنها كانت راقبة مع مناع على حمار واحد. تبقى نسمة أخته. وليه ما تكونش مرته الجديدة؟ مرته الجديدة؟ ومناع اتجوز تاني؟ مات؟ أولاني يا عمي، معاه منها ذكرين، وصاني ما جيب السيرة لحد. أنا شفت مرته حاجة خواجاية خالص. ريحت قلبي يا ولد أخوي بالكلمتين دول. بقديه إحنا ضمننا إن مناع ملوش شجعات تاني في الناجة، هيهملنا خالص. واجب اروح اطمن عليه، شالني على كفوف الراحه لما كنت في سواد. ايه يا مان، حنيت لصاحبك تاني؟ مش هو ده مناع اللي قعد سنين يسرقنا وياخد نص ثمن الحشيش؟ الصحبيه حاجه والشغل حاجه تانيه خالص يا عمي. المثل بيقول ان كنت اخوات تحاسبوا. طب خلي بالك يا ولد اخوي، لان مناع اكيد جاي يفتش على فلوس ابوه اللي اتسرقت. زيارتنا ليه اكبر دليل على براءتنا. كيف نكون سرقينه ونروح نزوره؟ ولا اركبه نعمل يا سلمان. روح دور على زرزور، ولما تلاقيه قول له ان انا جاي اطمن على مناع بعد المغرب انا وعمي دياب. حاضر حاضر يا كبير. لما اروح اجيب الهدايا اللي شايعها معايا لابوه وامه ما يقول طمعنا فيهم. انتهى زرزور يلا وخلص. لقيت حاجه؟ لسه. ايه الحكايه ما تقولولي؟ اصبر يا عمي وهتعرف كل حاجه. اصبر يا مغاوري، في ناس دفنين حاجه هنا بندوروا عليها وعايزين نعرفوا هي ايه. هادي اللفه. هادي ده شال خش فين؟ اقفل الخش بك يا عيشه وخش جوه. وريني يا زرزور اللفه دي فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يمين بالله دي فلوسنا يا مناع، متعلمه بخط يدي وخط يد ابوك. ها ما يدوش 50 60 الف جنيه، امال فين الفلوس الباقيه؟ اسال مغاوري وهو يقول لك. عيب يا ناجي، عيب تقول عليا كلمه زي دي. انا من ميتة مشيت في الناقص يا راجل. شال ولدك شاهين اهو واخته شاهده عليه، عايز ايه تاني؟ عايز ايه يا عم ناجي؟ دلال البراءه مش اتهام، استهدوا بالله. لا كل ناجي يظن فيا الظن اللي عفش ده. دي وحدها تحرم لساني خاطب لسانه العمر كله. ما تتزعطش كده، احنا طلعنا نفتش على الفلوس في السر، لكن وعزه جلاله الله وحق رقده اخوي في المستشفى الموضوع ده ما هيعدي على خير حتى لو طارت فيه رقاب. يا عم ناجي قلنا استهدوا بالله، ده ملعوب قلت لك. تعالوا على جوه هنتكلموا بالعقل. احلف بالله وبالمصحف ان عم غاوري وعياله ما يعملوهاش ابدا. كتر خيرك يا ولد اخوي، وربنا يعلم ان انا وعيالي ما نعرف حاجه عن التهمه الباطله دي. كيف اعمل بده وانا ولد عمكم وبت في بيتكم؟ كيف اعمل بده؟ ما هي حاجه تطير العقل. او من متى يعني دياب بيجي هنا من اساسه عشان يشوف شاهين بيدفن الفلوس وما الفلوس؟ الحق دياب قال ان دي حاجه ميته او سقط مولود، لكن همام هو اللي خمن انها تكون فلوس الكبير. عم ناجي شوف الكتوبه اللي على الفلوس دي. الكتوبه دي انا عارفها زين يا ولدي، ده خط يدي وخط يد ابوك. ابوك
مع مكسب كل زرعة كان بيعلم الفلوس وبيكتب عددها قبل ما يدسها. حرامي غبي صح، هيحط الفلوس المتعلمة دي كلها عشان يرمي التهمة على شاهين وياخد هو الفلوس التانية من غير أي دليل. قصدك إيه يا مناع يا ولدي؟ قصدي اللي سرقنا يعني ما يعرفش يقرأ ولا يكتب، لو كان يعرف يقرأ ويكتب كان خد باله من الكتوبة اللي على الفلوس. معك حق في اللي قلته، وغوري وشاهين وشعبان بيعرفوا القراية والكتابة، تفوتني إزاي دي؟ ربنا يحوش عني وعن عيالي. قلت لك اهدى يا ابو بكر، لا اله الا الله. بقول لك ايه يا هما؟ اه هو انت اخويا مش قلت انك هتدي لامي اوضه اختك زينه؟ قلت، لكن اعمل ايه؟ اديك شايف اختي زينه جات وعملت مندبه وقفلت اوضتها بالقفل، وهتحمل امك دي تبيت في المنظره؟ عم دياب كان فاكر انه بالسهل يشتري لها بيت، لكن لقي الكل طمعان، كل واحد عايز يبيع بيته بالملايين، طمعانين في فلوس امك. والعمل يا همام، امي مش لاقيه راحتها هناك. خليها تصبر شويه، عم دياب هيبقى يبني لها بيت وبعديها نبقى نعلن جوازهم. يبقى تقول لعمك هو كمان يصبر شويه وبلاش يدخل عليها المنظره في الليل يشغلها. يا سلام، ما هو كان بيروح لها بيتها وكان بترحب بيه. كان بيروح يشرب الشاي ويروح لحاله، لكن هنا هو مزودها شويه، ومن اول ما وافقت انت على الجواز وهو سايق فيها. امك اللي بتشتكي دي هي اللي بتقعد تتلعبن كده قدام امي وقدام رقيه وعايزه تشعل البيت حريقه. امي يعني عليك يا يما، دي متحملاهم بالعافيه وهم الاثنين مش طايقينها في البيت. خلاص فضيها سيره، اخلص بس من المشكله اللي عندي واريحهم باذن الله. قومي اعملي لي كوبايه شاي. قومي. انت متاكد يا زرزور ان كانوا همام ودياب؟ ويمين الله متاكد، زي ما عيني في راسي بالظبط. وكانوا بيعملوا ايه دول عند جبل العين؟ وانا ايش دراني، كانوا بيتكلموا عن شعبان جوز عائشه والفلوس اللي لقيناها دلوقتي. يعني هم رايحين يتكلموا في الخلا وما خايفينش حد يسمعهم؟ مش فاهمك يا ولد اخوي، تقصد ايه بالظبط؟ قلبي حاسس ان هم قاصدين يسمعوا الواد زرزور عشان لما نلاقي فلوس التهمه تلبس عائشه وجوزها. هتوضح كلامك اكتر يا مناع. طالما همام كان بيتكلم في الحكايه دي مع ديابي يبقى اكيد اتوالى اسمع عمه. همام ما يعرفش عن الامان غير اللي علمته له. احنا نروح ندور هناك، جبل العين فيه مغاره فيها شحور كتير. همام ما يعرفش مكان تاني يخبي فيه حاجه. يلا يا عمي. اسمع زرزور، هي انت هتاجي ويانا عشان ترقب لنا الطريق. اهو لو لقيناها صح سيدي حسان حيطيب طوالي لما يعرف ان فلوسه رجعت. المهم نوصل هناك من غير ما حد يشوفنا ولا يحس بينا. ايوه هم يا يابوي يابوي يابوي، همام ودياب جايين يا سي مناع. اكده على غفله من غير استئذان. الولد الكابي كان قال لي بس انا نسيت. يبقى لازم استقبلهم واقعد وياهم. بقول لك يا عمي اتوكل على انت مع زرزور، وانا قلت لك على المطارح اللي ممكن يكون فيها الفلوس عند جبل العين. ما تعوليش هم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه رايحين على فين؟ حبيبي حبيبي وصاحبي. كيفك يا ولد؟ الحمد لله الحمد لله. مناع اخوي ما تاخذنيش يا مناع اخوي، ما لحقتش اوصل الهدايا لاهلك وناسك. أول ما وصلت لقيت أبوك طب عيان. معلش عارف إنك ما كنتش موجود. بالإذن 10 دقايق مش هتأخر، في مشكلة صغيرة كده في بيت ولد عمي مغاورة أحلها وأعاود على طول. خير إن شاء الله يا ناجي. لا خير خير أخوي، ربنا يجيب العواقب سليمة. يلا يا زرزور. آه يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وأنت مش تروح معاهم ولا يا مناع؟ آه البركة في عم ناجي. أهلا وسهلا. تفضلوا. تفضل يا عم دياب. تفضل يا عمي. تفضل. ربي يسلمك.